هنالك القادم والواصل موجود لهجنم الزبار محمد بن بخيت بن برقان القادم على خامس المراكز والمقدم لنا هذه الانطلاقة. هكذا مشاهدين الأعزاء ومتابعين الأفاضل أتممنا على مسامعكم وعلى حضراتكم الخمس المراكز الأولى الأهم والأبرز في هذا الموقع وفي هذه الانطلاقة. ولكن البداية هنالك مع مهلي على الصدارة لهجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري ياتي الآن ويقدم لنا مهلي. نتابع النقلة والدور إلى ثاني المراكز حيث الانطلاقة من قبل جراح هو القادم على المستوى الثاني لهجنم الزبار بقيادة المحنك عبد الله بن علي بن سلامة. بن سلامة يقدم لنا جراح على المستوى الثاني. بينما ثالث المراكز هنالك الوصول من قبل مدمر لهجن الشحانية بقيادة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل على المستوى الثالث. بينما النقلة والدور إلى رابع المراكز ونتابع طشار القادم على رابع المراكز لهجنم الزبار سعد بن سالم الهولي النعيمي على المستوى الرابع. بينما خامس المراكز نتابع وإياكم انطلاقة موجود لهجنم الزبار محمد بن بخيت بن برقان يتقدم مع تقدم موجود من المركز الخامس إلى الرابع ويتقدم خطوة بخطوة بهدوء تام نحو المراكز المتقدمة ونحو المراكز الأهم والأبرز في هذا الموقع. ولكن البداية مع مهلي على الصدارة. مهلي اللي ما يولي مهلي على الصدارة وعلى الانطلاق الأول بشعار هجن الشحانية وانطلاقة الذهبي
سالم بن فاران المري على الصدارة وعلى البداية، بينما نقل إلى ثاني المراكز. وصل الآن جراح القادم بكل قوة لهجنم الزبار بقيادة المحنك عبد الله بن علي بن سلامة القادم والمقدم لنا هذا البطل على المركز الثاني وعلى الوصافة، بينما ثالث المراكز هنالك نتابع الاسم القادم مدمر لهجن شحانية جار الله بن محمد بن عقيل يصل على المستوى الثالث. رابع المراكز وصل الآن سراب لهجن الرياس محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، أول نداء لسراب يتقدم نحو المركز الثاني وبالوصافة إلان، بينما رابع المراكز حضر وتقدم موجود لهجن الزبار بقيادة محمد بن بخيت بن برقان. الصارم ياتي على المستوى الرابع، بينما خامس المراكز هنالك القادم طشار لهجنم الزبار عبد الله بن علي بن سلامة على خامس المراكز. هكذا مشاهدين الأعزاء ومتابعين الأفاضل، ولكن مهلي 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 على الصدارة وعلى البداية لهجن الشحانية بقيادة الذهبي أبو جابر الذي ياتي الآن ويقدم لنا مهلي بهذه الانطلاقة الرائعة. هنالك على المستوى الأول البرنس قادم والصارم، ولكن خلاص مهلي هو البطل والأجدر في هذه الانطلاقة لهجن الشحانية بقيادة سالم بن فاران. ثاني المراكز مدمر لهجن شحانية جار الله بن محمد بن عقيل، ثالثا موجود لهجن الزبار محمد بن بخيت بن برقان، سراب رابعا لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون، وخامسا حضر في هذه اللحظات مغري لهجن شحانية فاران بن محمد بن قريع. تابعنا مشاهدين الأفاضل متابعين الأعزاء لحظة وصول صاحب المركز الأول إلى خط النهاية مع مهلي، 7 دقائق 33 ثانية 16 جزء من الثانية. توقيت المركز الأول. ثاني المراكز حضر مدمر لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل، 7 دقائق 33 ثانية 60 جزء من الثانية، بينما ثالث المراكز موجود لهجن الزبار محمد بن بخيت بن برقان، 7 دقائق 33 ثانية 78 جزء من الثانية. تهانينا تهانينا وألف مبروك.